في لبنان، يعني أضفى مزيد من الحماس والقوة على أهمية هذه المباراة، اللي بالتأكيد الصحافة والأخوة هناك في لبنان مهتمين جدا بمواجهة الأهلي في البطولة العربية. لكن هناك خبر مهم جدا محتاج أتكلم فيه عن مباراة الأهلي والداخلية اللي تم تأجيلها في أوائل هذا الشهر إلى منتصف أكتوبر. طيب قبل ما ننتقل لهذا الخبر المتعلق بحديث الكابتن محمد يوسف عن مباراة الداخليه، وهناك تنسيق تم مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات حول تحديد هذه المباراه، اروح مباشره الى بيروت مع الاستاذ صلاح عصيران نائب رئيس نادي النجم اللبناني. استاذ صلاح، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا، سلامي للجميع ولك ولجمهور النادي الاهلي الحبيب. بنرحب بيك وسعداء بهذه المباراة الكبيرة جدا، واستقبال كان رائع بصراحة من الإخوة في نادي النجمة لبعثة فريق النادي الأهلي في بيروت فور وصوله صباح أمس. يعني أنت لازم تعرف أنه الأهلي عنده جمهور في مصر وعنده جمهور النجمة في لبنان كمان. يعني محبتنا وتقديرنا للعب ونادي الأهلي بقدر محبتنا لنادي النجمة. ده كلام رائع منك يا استاذ صلاح، لكن عايز اطمن منك بقى للاستعداد للمباراه. اولا المدرجات او الاستاد غدا هيكون كامل العدد، وساعه الاستاد وتحضير نادي النجمه لهذه المباراه على المستوى الاداري لمواجهه فريق الاهلي في البطوله العربيه. يعني انا بحب ابلغك انه في استعداد كبير جدا وفي تحضيرات كويسه لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المشجعين، واملنا كبير قوي كبير قوي انه نقدر نملي المدرجات. انت عارف انه المباراه هي مش في نهايه اسبوع في لبنان زي ما عندكم في مصر، احنا نهايه الاسبوع عندنا هي الجمعه في الليل والسبت، ولكن مع ذلك في حماس كبير لحضور المباراه بصراحه، لانه النادي الاهلي نادي نادر في لعبه وفنياته، والفرصه دي للجمهور اللبناني انه يقدر يشوف النادي الاهلي في بيروت فرصه نادره. المباراه بالنسبه للاخوه اللبنانيين هناك يعتبر نقدر نقول عيد، وجود الاهلي في بيروت وفي لبنان عيد بالنسبه للمصريين واللبنانيين في هذه المباراه الرياضيه الهامه. ما في شك يعني بصراحه المصريين في لبنان زي في بلدهم، ونادي النجمه بالذات وجمهوره بيعتبر انه الاهلي ده اكثر نادي شقيق ممكن يعتز بيه. طيب على المستوى الاداري، يعني بالتاكيد كان في استقبال حافل من اداره نادي النجمه لبعثه فريق النادي الاهلي، ابرز الحوارات اللي دارت ما بينكم مع بعثه النادي الاهلي وبالتاكيد ايضا كمان مع الاداره الرسميه او البعثه الرسميه مع النادي الاهلي ما بين جهاز فني او على المستوى الاداري؟ يعني بصراحه دي حاجات بتصير بشكل عام بروفيشنال ومحترفه، وصار في صراحة تعريف للقادة ببعضهم، والحوارات كانت بصراحة جيدة ومريحة، والطرفين أحسوا أنه دي فرصة للقاء الجماهير اللبنانية بما أمكن من الجماهير المصرية. تمام. طيب سؤال أخير، هل في تنظيم لبرنامج معين أو بروجرام عاقب المباراة لاستقبال البعثة، أو إدارة نادي النجمة بتجهز لأمور معينة داخل الاستاد مع بعثة فريق النادي الأهلي أو مع فريق كرة القدم تحديدا في النادي الأهلي؟ نحن بصراحة عندنا تحضيرات لما بعد المباراة بشكل أنه نقدر نعزز ونقدم احترامنا الكبير للفريق الكبير اللي نعتز به، بس اسمح لي بالوقت لأنه مش قادر أقول لك عليها، خليها شوية يعني لبعدين، لأنه حابين نفاجئ الإخوان اللي فعلا نعتز بوجودهم في لبنان، وخاصه انا احب النادي الاهلي بشكل لا يتصوره عقل. استاذ صلاح عصيران نائب رئيس نادي النجمه اللبناني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وبصراحه يعني عارفين انك بتحضروا مفاجآت كبيره عقب هذه المباراه للاحتفال ببعثه فريق النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي في لبنان تحديدا، هناك عامل حاله جميله جدا ما بين الجماهير المصريه والجماهير اللبنانيه.